احنا ما بنحتكرش الوطنية عشان بس ما حدش يفهم كلامي غلط، ولا بنحتكر الثورة، بس احنا اصوات امينة للشعب المصري، بنحاول ان احنا من فهمنا لشعبنا ان احنا نعبر عنه بشكل امين. فما حدش يسألني على الانجاز اللي عملناه في الثلاث شهور، هتلاقي معظم معاركنا خاسرة، لكن اللي لازم تبقوا انتوا فخورين بيه وفخورين مثلا بنائب احمد الشرقاوي، ان المجموعه بتاعتنا بيتشاور عليها في المجلس وبيتعمل لها حساب من كل النواب ومن رئيس المجلس ومن الحكومه، وبيبقوا مستنيين، حتى الاغلبيه دي بتبقى مستنيه اول واحد فينا هيتكلم هيقول ايه. كل حد حكم مصر من ايام عبد الناصر للنهارده طلع عليه هو الاولويه الاولى. طب يا حبيبي حط لي بقى اللي قدامه عشان يبقى الاولويه الاولى. لا بس في لا صوت لا يصوت، لا يعني في صوت المعركه وقصص من النوع ده. اول واحد واخر واحد لما حط الشعار طبقه هو اللحظه حكومه الواد 49 ها عاوزه تأدي حاجه بالنسبه للتعليم، فيجيبوا الراجل اللي عنده مشروع